وحول أوضاع الحجاج ينضم إلينا عبر الهاتف موفد قناة الرافدين إلى الأراضي المقدسة الزميل محمد شقير. أهلا ومرحبا بك زميلي. بداية من عرفات، هل لك أن تصف لنا الأجواء عندكم وكيف قضى الحجاج يومهم؟ حياكم الله أستاذ، حيا الله مشاهدي قناة الرافدين وكل عام وأنتم بخير. قضى اليوم حياكم الله، قضى اليوم الحجاج في يوم عرفة، يوم الحج الأعظم، قضوا مناسكهم وقضوا اليوم كبير صراحة الذي كان يعني يوصف الحج بكامله بهذا اليوم المبارك. بشكل عام الحجاج الآن بدأوا منذ أذان المغرب بالنفرة من عرفات إلى اتجاه مزدلفة، حيث سيقومون بجمع الحصيات استعدادا لرمي جمرة العقبة ومن ثم التحلل الأظهر بعد طواف الإفاضة وسعي الحج، ومن ثم يتحللون بعضه التحلل الأكبر، يستعدون بعدها لرمي الجمرات الباقية في ثاني وثالث أيام التشريق. بالأمس هبت رياح قوية هددت صعود الحجاج إلى عرفات، هل لك أن تصف لنا الإجراءات التي اتخذت حول ذلك؟ فيما يخص موضوع العاصفة الرملية التي هبت البارحة، بدأت تقريبا منذ الساعة السابعة مساء عاصفة قوية جدا في أراضي مكة المكرمة، بدأت بالحرم المكي ومن ثم صعدت في اتجاه المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات. هذه العاصفة اضطرت فرق الدفاع المدني ووزارة الحج السعودية بإرسال تعميم إلى جميع المطوفين ومسؤولي الطواف بإيقاف التصعيد إلى عرفة من أجل أداء مناسك يوم عرفة. تم إيقاف التصعيد تقريبا من حوالي الساعة السابعة مساء منذ بداية العاصفة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا، ثم عاد الحجاج فيها إلى التصعيد. هذه العاصفة ترافق معها الكثير من حالات الطيران للمخيمات التي وضعت من قبل المطوفين. فعلا كان هناك أعداد كبيرة من الخيام التي وقعت، وبفضل الله دفاعا. بعد أداء ركن الحج الأكبر تنفرون الآن إلى مزدلفة، ما الترتيبات لوصول هذه الأعداد الكبيرة من الحجاج إلى مزدلفة؟ نحن الآن صراحة بطريقنا إلى مزدلفة، هناك الازدحام الكبير جدا، حوالي 2 مليون حاج سيتجهون إلى مزدلفة. من الطبيعي أن تأخذ النفرة من عرفات إلى مزدلفة حوالي 3 إلى 6 ساعات حتى تصل إلى مزدلفة والحصول على الحصيات ومن ثم توجه إلى رمي الجمرات. الازدحام كبير جدا، الأمور بخير، لم يشهد الحج هذا العام حتى هذه اللحظة أي حالات أو أي حالة طوارئ ذكرت أو عممت بشكل عام على وسائل الإعلام، بل كان الحج حتى الآن بفضل الله من سنوات الحج التي كانت آمنة ولا يوجد بها أي مشاكل حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك زميلي محمد شقير، وكل عام وأنتم بألف خير.